عايزين كلمة بجد والله يا كابتن مدى، مش شرط تبقى لينا، قولي أي حاجة حلوة الحمد بس غير لله. بسبوسة. الحمد لله الحمد لله، أنا فرحانة جدا وفرحانة بفرحتكم، فرحانة إن أنتوا قدمتوا معايا، وإن شاء الله وعدكم اللي جاي يبقى أحسن. ثواني أنا موجود حاجة إن شاء الله. أنت شرفتينا يا ندى وشرفتي مصر بالكامل والله، من اجمل الناس اللي فعلا الواحد بيحاني احتراما، اخلاق وسلوك ومستوى رياضي وانجاز. بجد يا ندى والله بتشرفي اي مكان تبقي موجوده فيه. شرفتينا، شرفتي مؤسسه اسكندريه، وشرفتي جهاز الرياضه للقوات المسلحه، وشرفتي بتاع البطوله الرياضيه. بجد فعلا ربنا يا رب يوفقك، وان شاء الله هنبارك لك على ميداليه باريس. باريس يا ندى صح؟ باريس، مهم قوي موضوع باريس ده. ان شاء الله رب العالمين، وربنا يكتب لنا نصيب كده ونكون موجودين معاكي في استقبالك بس، مش اكتر ولا اقل. ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله ان شاء الله يفرق معاها كتير جدا. اللهم صل على النبي كابتن ندى مدني عاشور، واجمل بوكي ورد، واجمل استقبال، واجمل حاجه في الدنيا. كل لعيبة مصر بنستقبلها استقبال عادي. ندى مدني عاشور استقبلناها استقبال في اي بي، ضيعوا لها الشنط والله العظيم. يعني بجد يعني كنا بنخلص اجراءاتنا في 3 دقايق. الحظ اللي بعينه، حد باصص لنا بحاجه. عاش يا بطل، الحمد لله على السلامه. الله، ده في اجمل بوسه هنا، في بوسه محدش بسها لسه. مبروك يا ندى. مبروك يا كابتن ابراهيم. الف مبروك يا فؤاد، الف مليون مبروك حبيبي. مبروك 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 مبروك. لا لا امسك يا عم، امسك يا عم، امسك يا نور. يلا يلا يلا.